السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. وحياك الله يا أخوي فيصل. حياك الله أخوي سعود في هذا الأسبوع، بداية جميلة وانطلاقة لبرنامج ترحيب، وحياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة اللي راح نتابع إن شاء الله مع ضيوفنا مواضيع مهمة وأكيد راح تكون مميزة لجانب مواكبة الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة. وفي أبرز المواضيع التي تتضمنها حلقة الليلة، وزارة التجارة والصناعة تطلق مبادرة دعم أسعار الأضاعي للمواطنين، ومؤسسة حمد الطبية تفتح العمل بالعيادات الخارجية نسبة 80% تمهيدا لفتحها بالكامل، وإجراءات جديدة للدخول لدولة قطر والسفر منها. إذن سعود، هذه كانت عناويننا لبداية هذه الحلقة في بداية الأسبوع، والآن أترك لك التفاصيل. شكرا أخوي فيصل. وطبعا مشاهدينا الكرام، بداية هذه الحلقة خبر من وزارة التجارة والصناعة، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة دعم أسعار الأضاحي للمواطنين، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل حتى يوم الجمعة الموافق من 23 يوليو. نتابع في التقرير التالي. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرتها بشأن دعم أسعار الأضاحي للمواطنين، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم حتى يوم الجمعة الموافق 23 يوليو، والذي يصادف رابع أيام عيد الأضحى المبارك. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتشجيع الإنتاج المحلي وضمان توافر الأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لخلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار. وبموجب المبادرة، تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على توفير ما يقرب من 12500 رأس من الخراف العربية، وحددت الوزارة الأسعار، حيث يصل سعر بيع خروف محلي عواسي عربية وزن 35 كيلوغرام فأعلى بألف ريال قطري، وسعر الخروف السوري من 45 كيلوغرام فأعلى ب950 ريال قطري. وأشارت الوزارة أن الأضاحي ستباع في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية في سوق الوكرة الشمال، الخور، المزروعة والشحانية. وأوضحت الوزارة شروط المبادرة، ومن ضمنها أن البيع يتم للمواطنين فقط وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية، ويجب إبراز البطاقة القطرية لإتمام عملية البيع، وأن لا يقل عمر المشتري عن 20 عاما من مواليد 2001 فما فوق. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وننتقل إلى موضوع آخر. وتماشيا مع خطة رفع القيود الخاصة بكوفيد-19، أكدت مؤسسة حمد الطبية على العمل بالعيادات الخارجية بنسبة 80%، حيث تستقبل العيادات جميع المرضى من كافة التخصصات وجها لوجه. بإذن الله يسعود 80% الحين، وإن شاء الله الفترة القادمة راح تكون 100%. طبعاً الحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام. حياك الله يا دكتور. الله حيك وشكراً على الاستضافة، وتحية للجمهور والمشاهدين أيضاً. دكتور، الآن 80% مقبلين على 100% إن شاء الله نهاية الشهر، ما هي استعداداتكم لاستقبال أو فتح جميع العيادات الخارجية وجميع مرافق المستشفيات؟ نعم، هو طبعا كان في البداية هذا القرار لتقليل وجود الناس بكميات كبيرة في منطقة مغلقة، والآن بما أن الأعداد الوباء قلت وصار عدد الناس اللي يدخلون مستشفى العين المركز أقل، فقررنا أن نبدأ نزيد في أعداد المرضى اللي يقابلون الطبيب وجها لوجه. القرار طلع بزيادة إلى 80%، وطريقة اختيار 80% من المرضى تحتاج ترتيب، فصار لنا حوالي الآن 2 أسبوعين 3 نحاول نحط المعايير. نعم. اللي على أساسه كيف يختار الطبيب
المرضى اللي لازم يكونون في العيادة والمرضى اللي ممكن مقابلتهم عن طريق الهاتف أو عن طريق العيادة المرئية. نعم طبعا دكتور، مع النسبة اللي وصلت إلى 80% من استقبال المرضى، هذا يخلينا أسألك عن كيفية عمل مواعيد طبعا من قبل المرضى، خاصة مع رفع النسبة أكثر، ونتكلم عن المراكز ممكن اللي أنتم كنتم تشوفونها أكثر إقبالا واللي دعت أنها ترفعون النسبة إلى 80%. هو طبعا رفع النسبة لا علاقة بانتشار الوباء، أما عدد المرضى اللي مسجلين في العيادات ما تغير، بالعكس في خلال الوباء كان أو قبل الوباء كان 30% من المرضى ما يجون العيادة. صحيح. فكنا لأنه ما يجي العيادة فما نسأل عنه، لكن بما أن انتقل خلال الوباء إلى بالهاتف فصرنا نتصل بالكل، فصار عدد المرضى اللي يتابعون أكثر، مع أنهم ما يجون لكن صرنا نتصل بهم في البيت. فالآن الأفضل طبعا المريض أنه يكون في مقابل أو مواجهة الطبيب عشان التشخيص والعلاج، لذلك الآن بدأ رجعنا إلى هذه الحالة ونبدأ نقابل المرضى. في بعض العيادات عليها زحمة وهذا متوقع طبعا، في بعض العيادات الباطنية أيضا، عيادة العظام في عليها زحمة شوي، وهذا بتطلب منا وقت حتى نقدر نرتب مواعيد هؤلاء. نعم، بالنسبة للمواعيد دكتور، هل نفس الإجراءات للمرضى انه ياخذ موعد ولا هناك اجراءات جديده؟ هو الاجراء نفسه انه لازم يكون له تحويل اما من عياده مؤسسه الرعايه الصحيه الاوليه او من العيادات الخاصه. وبالنسبه لعياده مؤسسه الرعايه الصحيه الاوليه، التحويل الالكتروني موجود في السيستم، يروح الى قسم المواعيد وهم يتصلون بالقسم المعين، وهم بعدين القسم المعين هو يعطي تعليمات للمسافة المطلوبة، يعني بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو ثلاثة، وبعدين مركز المواعيد يرسل رسالة للمريض أن موعدك في اليوم الفلاني. نعم دكتور، 80% مقبلين على 100%، هل سيتم أيضا طرح خدمة مقابلة الدكتور بالطريقة المرئية، سوف تكون أيضا مطروحة لزوار مستشفى حمد والعيادات الخارجية؟ يعني أنا اليوم أكون مشغول أو أكون في دولة ثانية مسافر، أبا أكلم دكتوري ويكون عندي موعدها، هل أقدر بالاتصال المرئي أو أنه خلاص التحول صار من 80 إلى 100؟ خلاص ال 100 معناته لازم حضورك للعيادة، ما في مجال أن يكون في شيء بالاتصال المرئي. هو التغيير في خلال الوباء كان ممتاز جدا صراحة، لأن احنا عادة لما نحاول ندخل خدمة تاخذ بالأشهر والسنوات إلى أن يتم ترتيبها، إنما خلال الوباء في خلال شهرين أو ثلاثة تم استصدار أمر وتم شراء النظام تبع الاتصال وتم استخدامه، فهذا كان شيء جيد. طبعا في السابق كان تقريبا 90% من المرضى نشوفهم عن طريق الاتصال المرئي، الآن تتغير نسبة، بس الخبرة من هذا الموضوع الاتصال المرئي كانت ممتازة، الدكاترة كانوا مرتاحين، كثير من المرضى ارتاحوا من هذه الطريقة، يقول لك المسافة رايح راجع هذه ساعة، والانتظار داخل المستشفى أيضا ربع ساعة إلى نص ساعة، كل هذا توفر بأن المريض يكون قاعد في مكانه، حتى لو كان راح يداوم يتصلون به أو يتصل به الدكتور ويتم النقاش حوالي الحالة المرضية. مثل ما قلت نعم ممكن نتصل بجوال المريض في أي مكان في العالم إذا كان عنده موعد في ذاك اليوم. يعني راح تكون الخدمة متوفرة للمرضى. نعم الخدمة متوفرة في المرضى، لما نبدأ نطبق الأشياء اللي اتفقنا عليها خلال الأسبوعين الثلاثة الماضية بيصير ممكن للدكتور في وقت مقابلات المريض أنه يتفق معاه على العيادة القادمة. نعم. فإذا رأى الطبيب أنه كلينيكياً أنه ممكن تكون العيادة القادمة مرئية، ما لازم تكون أو عن طريق الهاتف، يقول للمريض ويطلب هذا من السيستم، فلما يروح للمواعيد هم يدرون ان هذا المريض بيكون مقابله غير عاد مقابله عن طريق الهاتف. نعم. فبيتم ترتيب الموضوع على هذا الاساس. ممتاز دكتور، هذا طبعا الترتيب بين المريض والدكتور او الاخصائي نفسه. طبعا مثل ما شفنا وفقا لتوجيهات المؤسسه فقد تم بدء طبعا العمليات او استئناف العمليات العاديه. اذا جينا نتكلم دكتور عن العمليات العاديه، كم نسبه العمليات في الشهر؟ هل رجعتوا لاستئناف العمليات مرة أخرى بنسبة 100%، أو إيش هي خطة المؤسسة؟ في 2018 كان عدد العمليات اللي جريت في المؤسسة 19,000، تقريبا 50% طارئة 50% غير طارئة. نعم. في 2019 ارتفعت نسبة العمليات الغير طارئة تقريبا 10%، فصار تقريبا 9,000
غير طارئة و 8000 طارئة. في 2020 بسبب الوباء تم بقت نسبة العمليات طارئة كما هي، أما العمليات الغير طارئة قلت بنسبة الثلث، نعم، من حوالي 10000 انزلت إلى 6500، وذلك بسبب أن هي غير طارئة، لذلك احنا نتصل بالمريض ونقول له يتأخر، أما العمليات الطارئة فطبعا مش ممكن تأجيلها، لذلك تجرى في وقتها. إذا صار في بروتوكولات أيضا للعمليات، بروتوكولات جديدة للعمليات بالنسبة للمصاب، للاحتياط من المرضى اللي يدخلون، نعم في بروتوكولات. الآن لازم نسوي فحص بي سي آر للمريض قبل لا يدخل، وإذا طلع إيجابي نلغي عمليته، إذا طلع ما في الفيروس يدخل ونسوي له، حتى لو كان محصن ماخذ الإبرتين وأموره طيبة. نعم إيه، إذا كان طلع عند البي سي آر إيجابي عند الفيروس في جسمه ما نسوي له العملية، بغض النظر هم أخذ تطعيمين أو تطعيم واحد. بالضبط نفس الشيء يطبق على المرضى اللي راح يزورون العيادات الخارجية. الزوار بيكون طبعا الأمن، هم يحتاج مثل زيارة المستشفى أو زيارة أي مؤسسة، احتراز. بالضبط احتراز. نعم. الحرارة، هذه الأشياء هي المطلوبة عند الدخول إلى المبنى. نعم. أيضا لما كنا نسوي العمليات الطارئة، طبعا إذا المريض عنده عملية طارئة سواء طلع إيجابي في كورونا لازم تجرى. نعم. العملية في هذه الحالة الفريق الطبي الفريق الجراحي هم يلبسون كل اللبس اللازم لحمايتهم من انتقال الفيروس لهم. نعم دكتور، هذا خليني أسألك، ممكن إذا جبنا طار احتراز وطار التطعيم وغيره، هذا خليني أسألك، يعني ممكن احنا شفنا في الفترة اللي راحت تم إغلاق مركز قطر للتطعيمات والساحة اللي في لوسيل واللي في الوكرة، الآن مع خطتكم شلون إجراء التطعيمات خلينا نقول على المقيمين اللي موجودين في قطر، وهل سيتم إعادة فتح هذه المراكز مرة أخرى؟ خصوصاً أسود أن اليوم التطعيمات وصلت إلى غرمة 6600 تطعيم في اليوم. نعم. يعني قلت النسبة بشكل كبير يعني. هو الآن يمكن قل بسبب إغلاق مركز تطعيم تبع العمال، وفي تجديدات وتطوير وإن شاء الله بيفتح قريباً، وهذا طبعاً المركز يطعم 25000 واحد. نعم. في اليوم، بالإضافة للمراكز الصحية اللي هي تطعم غير فئة العمالة، يطعمون المقيمين والقطريين، ومتوقع إن شاء الله نوصل إلى حوالي 30 إلى أكثر من 30000 تطعيم في اليوم، وهذا بيساعدنا أن نوصل إلى المناعة المجتمعية. شكرا. بالنسبة للوافدين اللي الآن قطر إن شاء الله راح تفتح الأبواب للسياح القادمين إلى الدوحة، هل هناك آلية أيضا لإعطاهم التطعيم، خصوصا أن كثير منهم جايين سياحة بقعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين، ما راح يحصل، ما راح تكون عنده إقامة في قطر، هل ممكن أنه يحصل على التطعيم؟ أنا صراحة ما رجعت الموضوع، بس على ما أذكر اللي قريته أمس اللي غير مطعم سياح ما بيدخلون البلد. نعم. مسموح للمطعمين فقط. نعم. للدخول إلى أو تطعيم البلد. واحد أو إذا كان تطعيم واحد ممكن يكون تطعيم واحد وإصابة. وإصابة يكون مصاب وتطعيم يعتبر محصن. طبعا أنت تبغي تزيد نسبة الناس المطعمين في البلد عشان تزيد المناعة. نعم. المجتمعية، فإذا تدخل ناس غير مطعمين هذا يقلل مناعة المجتمعية. نعم. لكن دكتور أنتو أو بشكل عام في هناك تساؤلات كثيرة عن ما طرح في الآونة الأخيرة عن التسجيل للسفر والعودة من السفر، دكتور هل عندك خلفية عن هذه الآلية ولماذا تم إنشاء هذه الآلية في هذا الوقت؟ هو اللي صار ان لما في عده متطلبات لدخول البلد حتى للقطريين. نعم. في مثلا التطعيم، الفحص، كل هذه الاشياء لازم نتاكد منها في المطار. نعم. او عندما لما يروح يدخل المطار الدوله اللي هو قادم منها. فالان بوجود تطبيق احتراز وصفحه احتراز كل واحد يقدر يدخل المعلومات كلها على هذه الصفحه وتراجع. نعم. بحيث ان نتاكد المعلومات والوثائق كلها صحيحه، فبيسهل المرور خلال من سواء المنافذ البريه او البحريه او الجويه. بس لازم اسجل في البرنامج، كل شخص بيرجع الى الدوحه لازم يسجل. نعم. يرجع ولا قبل ما يطلع لازم يسجل في البرنامج؟ لا قبل لا يرجع، بين 72 الى 12 ساعه. نعم. من موعد الرجوع يسجل المعلومات، يسجل المعلومات، وطبعا لابد من وجود فحص البي سي ار قبل دخوله. صحيح. الى الدوله. دكتور هذا يمكن انا ودي شوي ارجع إلى العيادات شوي وأرجع إلى المواعيد بشكل عام، أنا ودي أتكلم خاصة الآن في ظل ظروف الراهنة، عندنا كبار السن موجودين وعندنا مواعيد لابد أنهم يجرونها طبعا من خلال المراكز الصحية اللي تكون أقرب لهم،
بالنسبة إلى الأدوية أو العلاجات الخاصة بكبار السن، ممكن هناك قبل فترة شفنا مبادرة بين مؤسسة حمل الطبية وبريد قطر لتوصيل هذه العلاجات، هذه الخدمة إلى الآن موجودة خاصة في ظل ظروف؟ نعم هي موجودة، فأي شخص عنده دواء بيخلص يتصل ب 16,000 يتبع التعليمات بيوصل إلى صيدلي. نعم. الصيدلاني اللي هو بيتأكد من رقمه، بيتأكد أن الوصفة مكتوبة وبيتم إرسالها عن طريق بريد قطر، يتم توصيلها وفق الإجراءات الاحترازية ومعقمة وجاهزة وتوصل بالضبط. على أساس طبعا بعد نطمن شيابنا وأبهاتنا وأمهاتنا. نعم دكتور. نعم. الله يعطيكم العافية دكتور، وإحنا نقول الله يوفقكم وشكرا لكم على هذه الجهود، وخاصة إن إن شاء الله ترجعون توصلون إلى نسبة 100% من المواعيد إن شاء الله. آخر الشهر مثل ما يقولون إن شاء الله يا سعود نوصل للمرحلة الرابعة بإذن الله. لكن قبل ما نوصل للمرحلة الرابعة الآن، ما مدى تقييمكم للمراحل وعن التجارب اللي قدمتوها في مستشفى حمد العام والمراكز الصحية؟ هناك تجارب جديدة كثيرة دخلت إلى ساحة مستشفى حمد والساحة الطبية في دولة قطر، ما مدى تقييمكم لهذه التجارب؟ احنا الوباء طبعا هذا النوع من الوباء يصير مره واحده في كل 100 سنه في الكره الارضيه، فالناس اللي كانوا موجودين في وباء 1920 اختفوا، وفي بعضهم طبعا موجودين سووا معهم لقاءات، فهذه الخبرات لازم يكون في خبره تراكميه، لازم نعم. تسجل كل هذه الاشياء وتحفظ للاجيال القادمه، إن إذا لا سمح الله خلال 50 سنة أو 100 سنة القادمة في خبرات موجودة ينبني عليها. العلم يتقدم في كل وقت، وأيضا علم الفيروسات يتقدم وعلم الوقاية يتقدم، إن شاء الله لما يصير الجائحة القادمة بعد 50 أو 100 سنة يكون العلم تطور جدا بحيث أن نمنع الجائحة بدل ما أنها توصل للإنسان. أيضا خبرتنا مع العيادات عن طريق الهاتف هذا شيء صراحة كبير جدا، وأعتقد أنه بيساعد جدا في الوصول إلى المرضى. أيضا علاج طبيعي كان عندهم أيضا خدمة عن طريق الهاتف والفيديو أيضا، فلذلك أنا أعتقد هذه الأشياء استفدنا منها كثيرا. أيضا التنسيق بين مؤسسة الدولة صراحة كان كبير جدا، وأنا أعتقد صار شيء ما مش ممكن يصير بدون وجود هذه الجائحة. نعم دكتور، هذه كلها جهود واضحة وشفناها من بداية هذه الأزمة، وإحنا نقول إن شاء الله الله يكتب أجركم والله يصبركم علينا وعلى أسئلتنا يا دكتور، وإن شاء الله الله يبعد عنا هذا البلاء والوباء في أقرب وقت ممكن بإذن الله يا دكتور. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا بدورنا نشكر الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية، شكرا لك وشكرا على تواجدك معنا اليوم في الاستوديو. شكرا عافية بيطلع ويوكم دكتور يوسف. إذا أعزائي مشاهدينا ننتقل إلى فاصل قصير، نرجع بعدها لتابعة فقرات برنامج ترحيب. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وننتقل الآن إلى فقرة الأخبار المحلية السريعة. وطبعا نبتدي مع أول خبر، حيث أعلنت وزارة الداخلية في تغريدة لها على تويتر عن وجود إغلاق مروري على تقاطع شارع حلول المعروف بدوار أرامكس، ويستمر لمدة 30 يوما، ودعت الوزارة الأفراد إلى الالتزام بالعلامات والإرشادات المرورية تضامناً لإنسيابية حركة السير والحد من الازدحامات والحوادث المرورية. وننتقل إلى الخبر الثاني، حيث انطلقت اليوم فعاليات منتدى الشباب الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة ممثلة بإدارة الشؤون الشبابية، والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل. وشهدت الفعاليات الافتراضية مشاركة واسعة من مختلف المراكز الشبابية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة، بالإضافة إلى العديد من الأندية. وننتقل إلى الخبر الثالث، حيث نظمت وزارة الصحة العامة عددا من ورش العمل عن الوقاية من الإجهاد الحراري بمشاركة 400 من مسؤولي ومشرفي الصحة والسلامة المهنية بالشركات، بالإضافة إلى عدد من الأطباء والممرضين والمثقفين الصحيين المعنيين، وذلك من خلال تقنيات الاتصال عن بعد.
هذه كانت أخبارنا المحلية السريعة لهذا اليوم، ونرجع إلى أخوي فيصل ونشوف إيش عنده. تفضل يا فيصل، كل منك. شكرا يا سعود. أعزائي المشاهدين، يعني قبل شوي كنا مع دكتور يوسف المسماني، تطرقنا إلى إجراءات السفر الجديدة اللي أطلقتها وزارة الصحة. خلنا نشوف وزارة الصحة العامة إيش أطلقت في من إجراءات جديدة، من هي إجراءات السفر والعودة إلى دولة قطر، من خلال هذا التقرير. أعلنت وزارة الصحة العامة عن بدء تطبيق إجراءات جديدة للدخول إلى دولة قطر والسفر منها اعتباراً من تاريخ 12 من يوليو 2021 حفاظاً على السلامة العامة. حسب الإجراءات الجديدة، يتم تصنيف الدول في قوائم خضراء وصفراء وحمراء، وذلك وفقاً لمستوى المخاطر بكل دولة. التسجيل المسبق عبر موقع احتراز إلزامي للمواطنين القطريين والمقيمين للحصول على تصريح السفر www.ihtiraz.gov.qa. يتعين على المسافر تحميل الوثائق الرسمية المطلوبة وإبراز تصريح السفر لموظفي شركة الطيران أو الجوازات على الحدود البرية. يجب إجراء فحص PCR للسفر في أحد مرافق الرعاية الصحية الخاصة المعتمدة أو في مركز طبي معتمد من قبل وزارة الصحة المحلية لدولة القدوم بالنسبة للقادمين. تبلغ مدة صلاحية اللقاح للإعفاء من الحجر الصحي 12 شهراً. وكذلك يعفى المواطنون والمقيمون الذين أصيبوا بكوفيد خلال 12 شهراً ومعهم نتيجة فحص سلبية. يتعين على المتعافين من كوفيد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إبراز شهادة اللقاح الأصلية ونتيجة الفحص، بالإضافة إلى شهادة تثبت حدوث العدوى. من تم تشخيص إصابتهم في أي من دول مجلس التعاون وحصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة في دولة قطر، فسيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي شريطة تقديم شهادة رسمية سارية المفعول. بالنسبة للأطفال، في حال القدوم من دولة مصنفة ضمن القائمة الخضراء، يعفى الأطفال حتى 11 سنة من الحجر الصحي إذا كان الأهل محصنين، فيما يخضعون من سن 12 إلى 17 سنة للحجر المنزلي لخمسة أيام. في حال القدوم من دول على القائمة الصفراء، يخضع كل الأطفال للحجر الصحي المنزلي لسبعة أيام ولمدة 10 أيام إذا كانوا قادمين من دول مصنفة حمراء. بالنسبة للمسافرين غير المحصنين والعائدين من رحلات علاج بالخارج، يتعين عليهم تقديم شهادة صحية من لجنة العلاج الطبي بالخارج، وذلك عبر التسجيل الإلكتروني. ويتعين على المرضى القادمين من البلدان المصنفة بالخضراء والصفراء الخضوع للحجر الصحي المنزلي، وذلك وفقاً لتصنيف دولة القدوم: الخضراء خمسة أيام، الصفراء سبعة أيام، على أن يخضع المرضى القادمين من الدول المصنفة بالحمراء للحجر الصحي في الفندق لمدة 10 أيام مع أحد المرافقين حتى لو كانوا محصنين، على حسب الحاجة. بالنسبة للأمهات المرضعات غير المحصنات، الحوامل والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً فما فوق، فسيطبق عليهم نفس سياسة الفحص والحجر الصحي أسوة بباقي الأشخاص غير المحصنين. المسافرون العائدون من العمرة، سيتم السماح للمواطنين والمقيمين القادمين من العمرة والذين يتعذر عليهم الحصول على اختبار PCR ساري من دولة القدوم بالصعود على متن رحلاتهم شريطة الخضوع لفحص PCR عند الوصول إلى المطار أو المنافذ البرية. وفقاً لقواعد المملكة العربية السعودية، فإن الأشخاص الحاصلين على جرعات تطعيم معتمد هم فقط من يمكنهم أداء العمرة وزيارة مكة المكرمة. هذا ويتعين على كافة المسافرين التعرف على كافة الإجراءات التي يتم استحداثها، علماً بأنه يمكن تغيير هذه الإجراءات دون إشعار مسبق.
أعزائي المشاهدين، من الشأن الطبي إلى موضوع آخر، حيث أطلقت قطر الخيرية حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار أسعدهم بأضحيتك، ليستمر الأمل، والتي تستهدف من خلالها وبدعم من أهل الخير إلى توفير أكثر من 63 ألف أضحية. نعم يا أخوي فيصل، ومشاهدينا الكرام، للمزيد عن هذه الحملة يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو والسيد يوسف بن عبد الله الخليفي، رئيس قسم البرامج والتأهيل في قطر الخيرية. مرحبا ومسهلا فيك، شرفنا، الله يسلمك، مرحبا بك من جديد في مكانك. الله يحييك، مسي عليك اخوي سعود واخوي فيصل على الاخوه المشاهدين، حياك الله. يا مرحبا، تفضل يا فيصل. اذا نبدا معك يوسف عن مشروع قطر الخيرية، مشروع الاضاحي اللي هو ليس بجديد على هذه الساحة. بالأمس يوم الخميس كان معنا الهلال الأحمر، اليوم قطر الخيرية، مشروع الأضاحي، مشروع كبير تقدمه قطر الخيرية داخل قطر وخارج قطر، ليت تحدثنا عن تفاصيل هذا المشروع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية نشكر لكم هذه الاستضافة ودعم برامج وأنشطة جمعية قطر الخيرية، وطبعا هذا مش غريب عليكم. حملة أسعدهم بأضحيتك ليستمر الأمل هو برنامج يعتبر من ضمن البرامج الموسمية اللي تقدمها قطر الخيرية. الهدف من هذه الحملة أن احنا نقدم الأضاحي للمحتاجين، ومن نتكلم عن المحتاجين في الداخل والخارج، من الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحين واللاجئين وغيرهم، بأن احنا نوفر لهم هذه الأضاحي بهدف طبعا إدخال السرور والتخفيف من معاناتهم. طبعا الحملة أو اسمها مثل ما ذكرت اللي هو حملة أسعدهم بأضحيتك ليستمر الأمل، مثل ما ذكرنا الأمل هو اللي يتم تقديمه من خلال المتبرعين لهؤلاء المحتاجين. معناته 63 ألف أضحية، كم عدد المستفيدين من هذه الأضحية؟ وهل 63 ألف أضحية راح تكون بس داخل قطر، ولا 63 مقسم على داخل قطر وخارج قطر؟ نعم، لا، هو احنا الكلام عن داخل القطري، طبعا احنا نستهدف حوالي طبعا 63 ألف أضحية. هذا احنا لما نتكلم نتكلم عن الداخل القطري نستهدف حوالي 5000 أضحية، يستفيد منها حوالي 25 ألف مستفيد. لكن لما نتكلم طبعا عن الخارج، لا، احنا طبعا نسعى الى تقديم 85 ألف أضحية، هذا طبعا اخر رقم توصلنا له، وراح يستفيد ان شاء الله من خلال هذا العدد حوالي مليون و200 مستفيد باذن الله تعالى. مليون و200 مستفيد موزعين على انحاء العالم. نعم، انحاء العالم، طبعا من خلال مكاتب قطر الخيرية وايضا من خلال جهات الشركة. نعم، هذا بالنسبة للمشروع. طبعا مثل ما ذكرت إن شاء الله يوصل العدد إلى مليون و200، هذا اللي يخليني ممكن، هذا تكلمنا احنا عن مشروع الأضاحي خلينا نقول بشكل عام، هذا يخليني أسأل بعد عن المشاريع الأخرى، سواء هدايا الأيتام أو حتى كسوة العيد، خاصة العيد مقبل الآن علينا، ما بقى عليه شيء، ومثل هذه المشاريع ودنا أن نتعرف عليها أكثر، أو حتى المشاهدين ممكن يتعرفون عليها أكثر من خلالك. نعم، احنا هذه البرامج اللي ذكرتها هي تم تطبيقها طبعا في خلال عيد الفطر المبارك. الحملة هذه الحالية اللي هي أسعدهم بأضحيتك هي تعتبر امتداد للبرامج تشمل هذه البرامج اللي قدمناها في السابق، اللي هي كسوة العيد، زكاة الفطر، وغيرها طبعا من نقول هي كسلسلة برامج. نعم، هي سلسلة برامج متتابعة، وصلنا حاليا إلى هذه الحملة اللي هي أسعدهم بأضحيتك. ممتاز. نعم يوسف، هل هناك إجراءات معينة لذبح الأضحية وتوزيعها، خصوصا مع الإجراءات الاحترازية لتفادي فيروس كورونا؟ هل هناك أيضا أنتم عندكم إجراءات احترازية خاصة بتوزيع الأضاحي؟ إيه نعم، إحنا طبعا عملنا يتم لما نتكلم عن الداخل، هذه ما في شكل إجراءات موجودة وإحنا نتابعها بشكل مباشر. لما نتكلم عن المكاتب الخارجية لقطر الخيرية أو أيضا عن الجهات الشركة اللي موجودة في الخارج، ما في شك إحنا عندنا طبعا مشرفين ميدانيين يتابعون كل هذه الإجراءات الاحترازية، ما في شك هي تعتبر أولوية وضرورية أو ضرورة لازم طبعا تطبق ويتم متابعتها بشكل مباشر. يعني في تعاون مع شركات أخرى في الدوحة من خلال مشاريعكم في السنوات القادمة وتوزيع الأضاحي في السنوات السابقة، كان تعاونكم مع شركة أودام للحوم. الآن هل أنتم مستمرين في هذه الشراكة مع شركة أودام داخل الدوحة؟ وما هي الشركات اللي أنتم متعاونين معها في خارج الدوحة مع مكاتبكم
الأخرى. نعم، إحنا حاليا عندنا اتفاقية طبعا مع شركة ودام لتقديم هذه الأضاحي في طبعا السودان وكينيا. الاتفاق حاليا موجود، وطبعا أرسينا طبعا كل الآليات والإجراءات اللي راح يتم تطبيقها. طبعا ودام هي اللي راح توفر هذه الأضاحي، هي اللي راح تتكفل بموضوع السلخ والتغليف. نعم. وإيصالها إلى طبعا الأخوان المشرفين الموجودين هناك في قطر الخيرية، واللي بدورهم طبعا راح يقومون بإيصالها إلى المحتاجين. نعم إن شاء الله. طبعا هذا خلينا نسأل عن الدول المستفيدة طبعا من هذا البرنامج، ممكن مثل ما ذكرت كينيا، السودان. هي طبعا دول كثيرة. نعم. نتكلم عن كينيا، السودان، تونس، المغرب، عندنا أيضا تركيا، سوريا، عندنا أيضا في دول شرق آسيا. إحنا نتكلم طبعا عن حوالي 32-33 دولة. نعم. بما فيهم طبعا دولة قطر. نعم. الله يعطيكم العافية ويكتب أجركم إن شاء الله يا يوسف. يوسف إن شاء الله بنستكمل الحوار معاك، بنتعرف على التفاصيل أكثر، ولكن ننتقل معك ومع مشاهدين الكرام إلى هذا الفاصل، وبعدها نتابع الحوار مع ضيفنا. إذن حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونتابع الحوار مع سيد يوسف بن عبد الله القليفي، رئيس قسم البرامج والتأهيل في قطر الخيرية. حياك الله معنا مرة ثانية في برنامج ترحيب. الله يحييك يا أبو أحمد. أبو عبد الله، توزيع الأضاحي 5000 أضحية راح تتوزع. نعم. للداخل على خلينا نقول 25000 عائلة في قطر. ما هي المستفيدين؟ المستفيدين. نعم. ما هي الآلية اللي حاب يتبرع بالأضاحي؟ نعم، بالنسبة لي طبعا آلية التبرع، احنا عندنا طبعا 5 وسائل لاستقبال التبرعات. نعم. طبعا الوسيلة الأولى هي عن طريق تطبيق قطر الخيرية أو أبليكيشن قطر الخيرية، من خلاله. نعم. طبعا يقدر المتبرع أنه يوصل التبرع اللي يحتاجه من خلال التطبيق ويدفع بشكل مباشر. عندنا أيضا المحصل المنزلي، واللي أيضا يقدر يطلبه من خلال أيضا تطبيق قطر الخيرية، يطلب هذا المحصل راح يجي للبيت ويسلم المبلغ كاش أو بالبطاقة. اي نعم اي نعم. أيضا الوسيلة الثالثة اللي هي عندنا الخط الساخن، اللي هو 4466-7711. نعم. 4466-7711 يقدر من خلال هذا الخط الساخن إنه يتبرع بالأضحية. عندنا أيضا الوسيلة الرابعة اللي هي عن طريق المكاتب التحصيل اللي موجودة المتوزعة سواء في المجمعات أو أيضا من خلال النقاط الثانية. تقريبا هذه الأربع وسائل هي الخدمة الاسمس. عندنا خدمة الاسمس، أحسنت أيضا. هذه راحت عن بالي. خدمة الاسمس اللي هو يرسل طبعا كود كل دولة على الرقم 92652. بس يرسل الكود؟ لا، هو يرسل على هذا الرقم اللي هو 92652 وياخذ الكود من خلال البروشور المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا نشرنا بروشور، هذا البروشور فيه كل الكودات الخاصة بكل دولة. موجود البروشور على مواقع، يعني مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقطر الخيرية. نعم. نعم، يعني غانا مثلا على سبيل المثال، دي او مثلا خلنا نقول شبكة. نعم. على سبيل المثال طبعا، هو لما يفتح هذا الملف الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي راح يلقى كود كل دولة هو يحتاج يتبرع. حابب يدخلني في موضوع ثاني، هل انتم وحدتوا الأضاحي انها كلها تكون خرفان؟ لا لا، في ايضا أبقار أو في مثلا. نعم نعم، في أنواع مختلفة، عندك الضأن، عندك الأبقار، وعندك غيرها. هو طبعا المتبرع لما يجي يتبرع يقدر يختار النوع اللي يبي والكمية اللي يحتاج يتبرع، خاصة الأسعار. ممكن الأسعار حتى أسعار الأضاحي أو أنواعها ممكن. نعم. تكون موجودة من دولة إلى دولة أكيد، وموجودة طبعا كل التفاصيل في موقعكم أو حتى. نعم. في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا يخليني، ممكن إحنا سألنا عن آلية المتبرعين، لكن إذا جينا إلى المستفيدين نفسهم، إذا حد يبي يسجل، يبي يحط تفاصيله في قطر الخيرية، شلون ممكن يتواصل معاكم خاصة ويستفيد من هذه الحملة؟ نعم طبعا،
المستفيدين هم طبعا يقدرون يتواصلون معنا عن طريق القنوات الرسمية. لما نتكلم عن الداخل طبعا هذا يختص بالإخوان اللي يتابعون طبعا الشأن الداخل القطري، أما أنا طبعا قسم البرامج التأهيل الخاص بالكفالات والبرامج الخارجية. طبعا احنا في الخارج عندنا مكاتبنا، في هذه المكاتب موجودين طبعا مشرفين البرامج والمشرفين الميدانيين، هم اللي طبعا يستقبلون هؤلاء المحتاجين. نعم. يطلبون منهم أوراق معينة، يعملون عليهم بحث حالة، حتى هذه الأوراق تجي عندنا احنا في قطر ندقق عليها، بعدها نعتمد الحالة، وبعدها طبعا يقدر يستفيد من الخدمات اللي تقدمها قطر الخيرية. ممتاز. أيضا الأضاحي راح تدخل مخيمات سواء اللاجئين أو النازحين مثل الرهانكي. نعم. مثل في الروسي راح في السوري راح توزع هناك ايضا. نعم، احنا نستهدف بالدرجه الاولى المتضررين، المسلمين المتضررين، نتكلم عن الروهينجا، نتكلم عن اللاجئين السوريين او النازحين ايضا في الداخل السوري او ايضا غيرها من المتضررين في الدول الاسلاميه. يوسف، هل عندك رقم معين عن كسوه العيد راح توصل حق كم عدد الناس راح توصل لهم؟ نعم. في هذه احنا كسوة العيد هذا البرنامج طبعا هو من ضمن اربع برامج. نعم. احنا طبقناها خلال عيد الفطر. نعم. ونتكلم عن السلال الغذائية، كسوة العيد، زكاة الفطر، وايضا البرنامج الرابع اللي ما يحضرني اسمه. هذا البرنامج اللي قدمناه استفاد منه حوالي 2,200,000. تكلم عن الداخل. اي نعم، في عيد الفطر داخل او خارج القطر. اما الان لاحظ شنو توقعاتكم الى هديه العيد وكسوه عيد الاضحى؟ احنا في عيد الاضحى المبارك عندنا فقط حمله الاضاحي. نعم. حمله كسوه العيد هذه كانت حمله كسوه العيد وغيرها. نعم. من الحملات اللي ذكرتها لك هذه كانت فقط بس حق عيد الفطر، ما راح تستمر معاكم في عيد الاضحى؟ لا ما راح تستمر معنا. الله يكتب اجركم ان شاء الله يا ابو عبد الله. ابو عبد الله، هذا ممكن يخليني اسال، كونك طبعا رئيس قسم البرامج والتاهيل في قطر الخيرية، خطوتكم المقبلة خاصة خلينا نقول مع تواجدك في قطر الخيرية، هل هناك برامج جديدة أو حتى مشاريع ممكن تكون موجودة وبشكل مبتكر أكثر؟ احنا حاليا طبعا تركيزنا كله منصب على البرنامج هذا اللي نتكلم عن الأضحية أو أسعدهم بأضحيتك. عندنا برامج خاصة بالأيتام. طبعا نسعى إلى أن احنا نطبق بعض أنواع الكفالات اللي فيها شمولية أكثر من الكفالات اللي تقتصر على معيشة اليتيم. هذه كلها طبعا في ضوء الدراسة حاليا وقاعدين نتناقش فيها، لكن إن شاء الله بمجرد أنها تظهر على النور إن شاء الله تكونون أنتم أول من يعلم بها. إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقكم. جزاك الله خير يا يوسف على هذه الطرح وعلى هذه المشاريع اللي تقومون عليها مع قطر الخيرية، والله يكتب أجركم إن شاء الله. جزاكم الله ألف خير على ما تقدمونه من خلال برامجكم على مدار العام بإذن الله، وأيضا أبارك لك أيضا انضمامك لقطر الخيرية بإذن الله. يوسف، شكرا موصول لكم يا أبو أحمد والأخوة المتبرعين على دعمها المستمر وثقتهم بقطر الخيرية. أكيد، وإحنا نشكرك يا يوسف عبد الله الخليفي رئيس قسم البرامج والتأهيل في قطر الخيرية على هذه المعلومات القيمة استعدادا لعيد الأضحى المبارك. سعود، شكرا على تواجدك يا أبو عبد الله وشرفنا. الله يسلمك والله يكتب أجركم إن شاء الله. جزاكم خير. طبعا مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر، حيث ابتدأت من اليوم عملية التقديم الإلكتروني على المنح الدراسية للطلبة المستفيدين في جامعة قطر، وذلك ضمن المنح الداخلية التي تقدمها جامعة قطر سنويا للطلبة المؤهلين، والتي تمنح على أساس الجدارة والمنافسة الأكاديمية. نتابع في التقرير التالي. لاستقطاب الطلبة المتميزين وتذليل الصعوبات المالية التي تواجه الطلبة، يبدأ اليوم التقديم الإلكتروني على المنح الدراسية للطلبة المقيدين في جامعة قطر، وذلك ضمن المنح الداخلية التي تقدمها جامعة قطر سنوياً للطلبة المؤهلين، حيث تمنح هذه المنح على أساس الجدارة والمنافسة الأكاديمية. ويمكن للطلبة تقديم الطلب الإلكتروني للمنح الدراسية من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة، وذلك خلال الفترة المحددة لهم على موقع المنح الدراسية،
وتتمثل المنحة في حصول الطالب على إعفاء من دفع رسوم المقررات الدراسية في الجامعة ومزايا أخرى تعتمد على نوع المنحة وشروطها، حيث يعفى الطلبة المستفيدون من هذه المنحة من دفع رسوم المقررات الدراسية بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لهم في فترة دراستهم، ويشترط للاستمرار في المنحة الالتزام بالمدة القصوى للدراسة، وذلك لجميع الطلبة الحاصلين على منح دراسية، وهي المدة المقترحة من القسم العلمي الذي يطرح البرنامج لتحقيق متطلبات التخرج للطلاب ذوي الدوام الكامل، إضافة إلى مدة البرنامج التأسيسي. ولا تشمل المدة القصوى الفصول التي انسحب منها الطالب أو اعتذر أو انقطع عنها أو الفصول الصيفية. وبالإضافة إلى هذه المنح، تقدم جامعة قطر أنواعاً عديدة من المنح الدراسية للطلبة في كل عام، وذلك لاستقطاب الطلبة المتميزين. ومع أن الغالبية العظمى من المنح الدراسية تقدم على أساس الكفاءة والتميز الدراسي، إلا أن الجامعة تقدم أيضاً بعض المنح الدراسية للطلبة الذين يعانون من مصاعب مالية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى أخبار من العالم وتحديدا إلى كندا، حيث اقتحمت أنثى دب مع صغيريها منزلا في بريتش كولومبيا للغطس في المسبح هاربين من الحر الشديد الذي ضرب مناطق في كندا مسجلا مستويات حرارية قياسية. ودخلت أنثى الدب مع صغيريها إلى أحد المنازل ونزلت إلى المسبح وقاموا بجولة سباحة كما ترون الآن، ولعب من خلالها الصغار في الماء البارد، ثم تسلقوا السياج وغادروا المنزل. وتأتي هذه الظاهرة نتيجة إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة في بلد يعتبر الأكثر برودة في العالم، ما دفع الحيوانات التي اعتادت على العيش في الثلج للبحث عن مكان يؤمن لها البرودة التي تحتاجها. أهم شيء بردوا على نفسهم يا سعود، سبحوا في البرج استانسوا وغيروا جو. وذلك نكون وصلنا مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة من برنامج ترحيب، لأي اقتراحات واستفسارات والتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني. نعم يا أخوي فيصل، مشاهدينا الكرام، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم في عمل الله.